أعرف قوما دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللناس أحسنوا وصاغوا لنا مجدا وأرسوا حضارة وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا وهم قدوة للسالكين لربهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أولئك قدوتي. بطل قصتنا اليوم رجل من الصحابة، كان بإمكان التاريخ أن يمر عليه مرور الكرام كما مر على ملايين البشر من العرب والعجم، لكنه شخصية فذة بامتياز. أحد سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان صاحب شخصية وكاريزما التي تمكنه من أن يلاقي ملوك العجم. لقي ملكي ذاك الزمان، قيصر عظيم الروم وكسرى عظيم الفرس. صاحبنا اليوم عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. في السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه جيشا لقتال الروم. قيصر الروم ملك الروم كان قد سمع بشجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يبذلون الغالي والنفيس حتى أنفسهم في سبيل الله عز وجل، فأوصى زبانيته أنهم إن أسروا أحدا من المسلمين ألا يقتلوه ويأتوه به أسيرا. خرج عبد الله بن حذافة السهمي على رأس جيش المسلمين لقتال الروم، وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي هو ومن معه أسرى في أيدي الروم، فأخذوهم إلى ملك الروم. وصل قائد جيش الروم إلى قيصر ملكهم ودخل عليه وبج له وقال: أيها الملك، قد جئناك ببعض من طلبت من المسلمين. قام قيصر فرحا وقال: أدخلهم علي. فدخل عليه عبد الله ابن حذافة السهمي، فلما رآه قام إليه قيصر وقال له: إني أعرض عليك عرضا ثمينا فلا تضيعه. قال عبد الله: وما العرض؟ قال: إني أدعوك أن تتنصر، يعني اطلب منه يدخل في دين النصرانية، في المسيحية التي كان عليها الروم. فنظر إليه عبد الله بن حذافة في عزم وشدة وشموخ وأنفة وقال: أيها الملك، والله لو أعطيتني جميع ملكك وما ملكت العرب وملك الدنيا كلها على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم قيد أنملة ما رجعت أبدا. فنظر إليه الملك قال: إذن أقتلك. قال عبد الله بن حذافة السهمي: أنت وما تريد، افعل ما تشاء، والله لن أرجع عن ديني. فأمر ملك الروم زبانيته بأن يصلبوا عبد الله بن حذافة السهمي وأن يرموه بالنبال على أن لا يقتلوه، وأن يرموه قريبا من بدنه لزرع الخوف فيه، ظنا منه أنه سيخاف، وكالوه أشد أنواع العذاب رضي الله عنه وأرضاه. فأصبحوا يرمونه قريبا من يديه وهو يعرض عليه النصرانية ويقول: تنصر أتركك وأقاسمك ملكي. وهو لا يتزحزح رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقول الملك: ارموه قريبا من رجليه. وهو كذلك ثابت لا يتزحزح أو يتردد أو يفكر في الرجوع عن دينه. ظل على هذه الحال ملك الروم يدعوه إلى النصرانية ويقرب السهام والنبال من جسده إلى أن يئس منه، فقال: أنزلوه. وأمر بقدر عظيمة وملئت زيتا وأضرمت تحتها النار حتى أصبح يغلي الزيت من شدة الحر، ثم دعا بأسيرين من جنود عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فأمر بهما فأرميا في القدر الغالية بالزيت، فتفتتت عظامهما وجسديهما رضي الله عنهما، ثم قال: خذوه فارموه كما رميتم صاحبيه. فلما وصلوا به إلى قرب القدر
بكى رضي الله عنه وأرضاه، فأرجعوه إلى الملك وأخبروه أنه قد خاف وجزع فبكى. فلما أدخلوه عليه عرض عليه النصرانية فكان أشد رفضا وإباء من السابق. قام إليه قيصر الروم وقال: ويحك، ما الذي أبكاك عند القدر؟ قال: لما رأيت الموت تمنيت لو أن لي من الأنفس عدد شعر جسدي فتقتل كلها في سبيل الله على أن لا أرجع عن ديني. فنظر ملك الروم فإذ به كتلة من العزة والأنفة والإباء لا يستطيع أن يرده قيد أنملة عن دينه، فنظر إليه وقال: هل لك أن تقبل رأسي فأطلقك؟ فسكت عبد الله بن حذافة السهمي وقال: وأسار المسلمين كلهم، يعني كل الأسرى الذين جاءوا بهم معي؟ فقال الملك: نعم، وعن جميع أسرى المسلمين. فدنا منه عبد الله بن حذافة السهمي وقبل رأس ملك الروم، فأمر ملك الروم أن يخلى سبيل عبد الله بن حذافة السهمي وعن جميع من كانوا معه من الأسرى. لما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بهذا بكى وقال: لقد حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي وأنا أولكم. وقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي بشدته وعزته وأنفته وإبائه أنقذ نفسه وكل أسرى المسلمين من الموت المحقق، انتصر لنفسه ولدينه ولأمته ولجيش المسلمين. إنها المواقف التي تسجل الأسماء في التاريخ لا ينساها الناس جيلا بعد جيل. في العدد القادم مع شخصية جديدة ومواقف ثابتة راسخة لا ينساها التاريخ أبد الآبدين. سلام. حضارة وهم علموا الدنيا فنونا وأتقنوا.